ودلوقتي خلينا نتابع أبرز وأهم الأحداث اللي النهاردة هتحصل في مع حضراتكم في التقرير اللي جاي. بخصوص الأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة هينطلق مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وأرسولا فوندرلاين رئيسة المفوضية الأوروبية، وبمشاركة حكومية واسعة من ممثلي الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي والمؤسسات متعددة الأطراف والقطاع الخاص من الجانبين. ومن المقرر أن يفتتح المؤتمر الرئيس عبد الفتاح السيسي وأرسولا فوندرلاين قبل أن تبدأ فعاليات الحدث شديد الأهمية على مدار يومين 29 و30 يونيو الجاري تحت عنوان إطلاق العنان للإمكانات المصرية في عالم سريع التغير، وده بحضور لفيف من المسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى من مصر ودول الاتحاد الأوروبي وأيضاً ممثلي شركاء التنمية ومتعددي الأطراف، فضلاً عن مجموعة واسعة من رؤساء ومسؤولي أبرز الشركات المصرية والأوروبية والعالمية وممثلي منظمات الأعمال المصرية والأوروبية. النهاردة هتسير مصر للطيران 20 رحلة جوية لنقل حجاج بعثة وزارة الداخلية وقرعة القاهرة والإسكندرية وتضامن المنوفية وحجاج الترانزيت وحجاج باماكو كوناكري وحج أفراد وأجانب وعمل وإقامة. النهاردة هيكون طلاب الثانوية العامة على موعد مع امتحان مادتين، حيث يؤدي طلاب الشعب العلمية علوم ورياضة لامتحان في مادة الفيزياء وطلاب الشعب الأدبية في التاريخ. وشددت الوزارة على أن الأسئلة ستكون واضحة وخالية من التعقيدات وبتكشف مستويات الطلاب المختلفة وبتقيس نواتج التعلم المرتبطة بالموضوعات الدراسية للمنهج الدراسي للثانوية العامة، مضيفة أن أسئلة امتحان الفيزياء لن تكون صعبة، مشيرة إلى أن فكرة امتحان الفيزياء صعبة أصبحت غير موجودة في صياغة واختيار أسئلة الامتحان، ويجب على الطلاب الاطمئنان والتركيز والاستعداد الجيد للاختبارات في جميع المواد. النهاردة العشاء الكرة الأوروبية موعدهم مع مباراتين مهمين في إطار دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024. هيلتقي منتخب سويسرا مع منتخب إيطاليا في تمام الساعة 7 مساءً، وفي العاشرة ليلاً هيلتقي منتخب ألمانيا مع منتخب الدنمارك. والعشاء الكرة المصرية موعدهم النهاردة مع 3 مباريات قوية في إطار الجولة 28 من عمر المسابقة. هيلتقي إنبي مع بلدية المحلة في تمام الساعة 4 عصراً، وفي تمام الـ7 مساء هيلتقي الزمالك مع سيراميكا، وفي نفس التوقيت هيلتقي الاتحاد مع الداخلية.